ننتقل الآن إلى باب جديد، وهو ما يتعلق بآداب النوم، بآداب النوم. نسمع من أخينا أحمد. نعم. باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. نعم. باب ما يقوله عند النوم. ماذا تقول عند النوم؟ هناك أذكار ينبغي لك أن تحفظ شيئا منها، فالنوم لابد أن تفهم أنك تتقرب إلى الله بالنوم. كيف تتقرب إلى الله بالنوم؟ كيف تتقرب إلى الله بالنوم؟ نعم، أن تنام بنية التقوي على طاعة الله، أن تنام بنية التقوي على طاعة الله. اثنين، أن تقصد في نومك الاستطاعة على صلاة الفجر. اثنين، أن تنام بأقل حاجة لجسدك، أن تنام بأقل حاجة لجسدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون ولا يموتون. فبالتالي فقط أنت تنام بمقدار حاجة الجسد، ثم بعد ذلك تستيقظ حتى تطيع الله عز وجل في حياتك. فإذا هو لما ينام فقط بمقدار حاجة الجسد؟ لما المسلم ينام فقط بمقدار حاجة الجسد؟ جاوبنا الآن يا جماعة، وين؟ لو سمحت، والله لو سمحت، لو سمحت. لما؟ لأن النوم أخو الموت. نعم، لأن النوم هو أخو الموت. فالذي ينام بزيادة هو ميت. اسأل نفسك كم ساعة تنام؟